اكشن. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا اخوان. اليوم طبعا معانا حلقه جديده. طبعا هي اول حلقه بس انها جديده ما ادري كيف، بس الحلقه الاولى بتكون عباره عن ايش هي الليبراليه. سوي نفسك ما تشوف. طلع دي ترى هذه متعبتني، عاد اشيلها. شيل الكفر صح. يلا كذا انا واقف مظبوط ولا تحس نفسي محشور كذا بيكون كويس. هذا احسن. رجع عندك بقول له رجع مكانه. كويس انك خددت. ايوه كذا مره مو باين. لا بنقلب. ما يبان. When you are ready. أكشن. اليهود، من هم اليهود؟ انظروا إليهم، هؤلاء هم اليهود. أولئك اليهود الذين سرقوا بلادنا. أولئك اليهود الذين هم فتكوا أجسادنا. أولئك اليهود الصهاينة. صهاينة اليهود. مالك كمل. بقص كله بيكون مقصوص. نعم. منديل أنا متأثر. يا مخرج فين المخرج؟ منديل اليهود. بس كده تأثر قبلك بعدين قصها هذه. هم الذين صنعوا هذا. عفواً ألغي حق الإعلان. هم الذين اخترعوا هذا. هذا ما فيها إعلان. اليهود الله يحفظك. ما تكلم عن اليهود لو سمحت، عايشين معهم هنا. صح يلا. صح وش نتكلم؟ أكشن. صوت الصدى ترى الصدى عندك. الطيارة الأثيوبية. الطيارة الأثيوبية انظروا كما ترون في حط لي السناب شات حقي هنا. أوكي طيب يا أخي عندي حقه. طيارة الأثيوبية اللهم ارحم شهداء الإهمال. ايش بك قلبت خطبة؟ صح قلبت خطبة صح؟ بعد ما اسكت. الإهمال سبب رئيسي لدمار هذه الطيارة. عندما تصنع شيئا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة قال ماذا؟ جاوب. معليش ما ينفع. اص ليه؟ أكشن. والله حشرة بروح لك. أعيده أحسن. تمام كذا؟ يلا تمام. سلام عشان المايك. شغل. السلام عليكم. زي ما أنتم شايفين الطيارة اللي طاحت الطيارة منكوبة. أكشن. لا أنت تقول أكشن وأنا واقف هنا. إيش رأيك نقفل الحلقة؟ لأن حسيت تكلمت كثير والله. ليه 6 دقايق هذي؟ خلاص قفل. ها؟ خلاص.